مرحبا يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، رمضان كريم عليكم وعلى الاهل ان شاء الله. صار وياي موقف بجيم بلاي، دخلت ويا اثنين من المشاهدين او المتابعين، تواجهنا انا وياهم. شوف الصار بهذا الجيم، هم كتلوني بس شوف الصار بعدين. لا تنسانا باللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، اتمنى هم لا يضوجون من عندي اللي تواجهت وياهم بالجيم، فهي بالاخير كلها لعبه واحنا داخلين نتونس. نشوف الصار. ارجع لك وتوبك هسه اللعب، هسه اشوفك اللعب. عادي اغلاط تصير، اغلاط تصير. ضلعي هيك قتلتني في دولك. يلا جيتك انا اجيك، لا تعب نفسك، انا خليك تعب نفسك بس دقيقة، متعيني داخلك تعب نفسك. يلا داون، اثنين كل داون حبيبي. هاي لعيونك الفينيشن، ضلعي حلوة. السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، رمضان كريم عليكم. رجعت لكم بفيديو جديد مع اقوى خمس لود اوت موجود حاليا تقدر تستخدمهن. راح اخلي لكم اضافاتهن بهذا الفيديو، وراح تشوفون قوتهن من خلال الاقيام بلاي، استخدمتهن بجيم ان بلاي، كل لودوت مختلف عن الاخر. يلا نبدي ندخل على الاسلحه واعطيكم الاضافات واحد واحد. بدي هسه باول لودي بالاس ام جي الارما 9، عندك اضافات الارما 9 هسه نبدي بهن. هذا عندك مزل بدون برل، تمام، هذا المزل. عندك الاندر برل، هذه يا نفسيته تخليهم مثل ما انا مخليهم مخزن ابو الخمسين. عندك السكوب، شوف السكوب تقدر تخلي هذا السكوب وتقدر تخلي هذا السكوب، انت بعد حسب بكيفك، هذا الدائري وهذا انت اللي عجبك، بس انا اشوف هذا اكثر يثبت بالايم، يعني حسب ما جربت بين هذا وهذا، بعد انت بكيفك، تمام. عندك هاي الاستوك، تمام. نجي على الاسولت الرام 7، الرام 7 نفس الاضافات بس بتغيير واحد اللي هو المزل. المزل خلوا هذا المزل، لازم تفتحوه، اذا ما مفتوح عندكم لازم تخلصون المهمات الاسبوعيه حتى ينفتح عندكم هذا المزل، تمام. هسه هذا المزل. عندك هاي البرال، تمام. عندك الاندر برال، هاي نفسها، مخزن ابو 60. شوف اذا ما تعرف تلعب بالسلاح بسكوب، تقدر تخلي السكوب وتشيل الستوك، وانت بكيفك بعد، تريد تخلي ستوك، تريد تشيلها وتخلي سكوب، السكوب اللي عجبك بذني، تمام. هسه هذا الرام 7 واللودي الاول خلصنا من عنده، ننتقل على اللودي الثاني. اللودي الثاني رهيب، هذا سلاح الباتل رايفل الجديد. اللي ما فاتح هذا السلاح تقدر تدخل على تيك توك، الرابط جوه بالوصف خالك يا مال تيك توك، مسوي الشرح مالته كامل شلون تفتح هذا السلاح، تمام. عندك هنا البرل، عندك هاي المزل مثل ما قلت لكم، تمام. عندك هنا الاندر برل، عندك هنا المخزن ابو 50، وعندك هاي الستوك. شوف اذا ما تريد، اذا تريد تشد سكوب شيل الاندر برل، تمام، هذا الاندر برل شيله وتشد هذا السكوب. وين لحظة، هذا السكوب راح يعطيك ثبات مو طبيعي، هسه اشوفك اياه باللوبي، تمام. هذا السكوب، هذا يخلي ثبات مو طبيعي للسلاح، تمام. جرب هذا السكوب، اوكي. هسه نرجع على بقية الاسلحة. عندك الاس ام جي، هذا الاس ام جي. عندك هاي البرل، تمام. عندك هنا المزل، هاي المزل. عندك الاندر برل، هاي. عندك المخزن ابو 48، واذا تحب خليه ابو 60، بس ابو 48 اشوف انه هاي هي. الستوك هذا نو ستوك، تمام. هسه هذا اللودي 2، ننتقل اللودي 3. اللودي 3 هذا ال ام جي يا شباب مو طبيعي، تمام. راح اخلي لكم اضافاته وميته حاليا، وجدا قوي. عندك هنا البرل،
للعلم هاي الاضافات ما راح تلقوها بالبرنامج اللي انطيتكم اياه او خليته لكم، تمام يا شباب؟ هاي هسه البرل عندك، هذا المزل، تمام؟ هذا المزل هو اقوى شيء حاليا، يعني تخليه الميته، هذا الاندر برل تشوفه خلانه تقريبا على جميع الاسلحه. عندك مخزن بالستين، تمام؟ عندك هنا هذا السكوب، تمام؟ هسه خلصنا من ذني. انتقل على اس ام جي، معروف الهارم 9، عندك هذا البرل، عندك الاندر برل، المزل عفوا، شوية الواحد ذا صايم طافي. هسه هذا عندك الاندر برل، عندك هنا مخزن بالخمسين، تمام؟ وعندك هذا الستوك، انتهينا من عند هذا. نحول على اللود اوت رقم 4، عندك السنايبر، هذا السنايبر ما سولف، وان شوت هيت شوت. عندك هنا البرل مشابه للكار تقريبا 98 نسخة ما عدا السكوب. عندك هاي المزل، تمام؟ عندك هاي الطلقات، تمام؟ عندك هذا الستوك، نو ستوك خليه، تمام؟ وعندك الليزر الاف اس اس اونلي، هذا الليزر. الاس ام جي الرام 9 بالاضافات الجديده، الاضافات القديمه ضعفوها، هاي الاضافات الجديده تقدر تستخدمها مو طبيعي يا شباب. عندك هذا البرل اول وحده، تمام؟ اعتقد هي كانت هاي البرل او هاي نسيتها انا، بس هاي البرل اول وحده القويه. عندك هذا المزل، تمام؟ عندك هذا الاندر برل، تمام؟ هذا المخزن بالخمسين معروف. انتهينا من عده هذا. نجي للحسنات، هنا عندك هنا الشوت جين اللود اوت الخامس وهو الاخير. الشوت جين عندك هل عندك هنا الاندر برل، تمام؟ لازم تفتح هاي الجي اي كي، هاي اذا ما تفتحها ما راح يصير عندك هذا الشوت جن مثل الام جي، يعني يرمي صالي و60 طلقه. فاذا تريد تفتح هاي وانت ما فاتحها لازم تخلص المهام الاسبوعيه، اعتقد المهمه الاسبوعيه مال الثالث او الثاني، اعتقد مال ثاني اسبوع او الثالث تقدر تخلصها عادي، سهلات المهمات كل السهلات، تمام؟ عندك هنا الريلي جريب، هنا ستوك، نو ستوك، تمام. هسه نجي للاس ام جي، الاس ام جي الدبليو اس 9، هذا عندك المزل، هنا تقوية مو طبيعية بهذا السلاح بهاي المزل عليه. عندك هنا الاندر برل، عندك هذا مخزن وبالاربعين، واذا تريد بالخمسين بكيفك، تمام؟ ما استخدمته بالاربعين. عندك هنا الستوك، عندك هذا السكوب، تريد تخلي هذا او تريد تخلي الدائري انت حر بهذا الاختيار، بس انا اشوف هذا يعطي ثباتية اكثر، تمام يا شباب؟ هنا نجي ننتهي من اللود اوت اللي خليته لكم، نوصل لنهاية فيديونا اليوم. خليت لكم جيمين بلاي، جيم سولو دو وجيم كواد، ماب فورتشن سكيب وماب فاندل. انت اريد منك تشوف الفيديو للنهايه، ولا تنسانا باللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، وراح تشوف قوه اللود اوت اللي استخدمت بكل جيم لودي مختلف عن الاخر، تمام؟ اتمنى نال اعجابكم هذا الفيديو، نلتقي بفيديو اخر، مع السلامه يا شباب. السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد، جيم سولو دو. نبدأ الجيم نقول يا الله، وإن شاء الله هذا الجيم المركز الأول. تابع الفيديو للنهاية، ولا تنسانا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وإذا ما عجبك تشترك وتفعل الجرس وتخلي لايك وتشاهد الفيديو بكيفك بعد. يلا نبدأ الجيم، استمتعوا بالفيديو. ننزل ماركت، ماركت وهي خربانة خربانة. ليتس جو بيبي. شرفك باو، انت اول ما انزل ليش؟ ترى حتى الله ما يرضاها.
يلا دام ماكو تيم هنا حتى اروح احول على ذولاك شفتهم يترامون. سيف اللي يندلني. جاي اسمع صوت هنا ما ادري. سبرايز سبرايز حبيبي. اول تيم يروح عنيف. هذا السلاح الجديد عنيف 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 عنيف. مباراة ينزلوا اعتقد. ايه وين صاحبك؟ صاحبك على السطح. اوف يلعن شرفك. شو بسرعة هيك وقعني؟ اعتقد قبالي. يلا يلا هسه الثلاث تصاعد وفاضنا. دلون هنا الحصارة اعتقد. باي باي فريند. باي باي فريند. خبل من هاي الحصره. وينك؟ شلون طحت؟ يلا ارجع لكم. بس ارجع لكم والله هيك متت اصلا. هيك متت. يلا. وراي نزلوا مو؟ ايه
dijiste. Gonna take more than that. Target area marked. You're clear, hot. Copy that. Phoenix 23 is on station. Track it down. أنا غبي، سويت حركة غبية جدا. دول اثنين فوق، لازم أفرقهم وأقتلهم. شلون اطلع منها؟ ساعة قتلنا هذا المنوب. لازم نفرقهم، ما تقدر تواجههم اثنين سوا. شلون نبي الشرد اصلي؟ وقعت يلعن شرفك على الكمبرة هاي. وينك؟ هذي قتلني صاحبة مو هنا نزل. هلو بيبي. أنا آسف لنفسي، أنا آسف لنفسي، بس يالا قوله. وننزل نجيب لودي، ننزل نجيب لودي، ننزل نجيب لودي. Hello. Gas is inbound. Enemies dropping into the AO. Kill. Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunting. Hey.
هليكوبتر لمن هناك. هلاك قال انت قله ما اقدر اصعد. هاي بدخل مسيطر عليه اكثر من ما انا مسيطر عليه. وين الكمبرين ده؟ عمل حظي. شوف 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 منوب لو مو منوب. مستعش حرامات. السلام عليكم يا شباب شلونكم ان شاء الله بخير. رجعت لكم فيديو جديد جيم كواد ماب فورسينج سكيب. نبدي الجيم ان شاء الله المركز الاول. يلا نبدي. وين ننزل؟ تفضل ننزل هنا. التيم اللي وياي اعتقد منوب. اذا منوب والله يعني جزء زين ما ندري. ننزل للجيم ونشوف. Purple guy has. Hostile guy guys guys here. The SMG and G bloody. السرعة السرعة فينا سرعة فينا ولا ما فيناش. الله. الله الله قدامي. حبيبي بعد واحد. وان شوت وان شوت وان شوت. وين تلك فايز صدق كذي بالما ينزل بعد. اوف هذا لودي. يلا اوف يا شباب اوف والله السحيل مستمر. بس هي شو تسوي؟ ماكو شو ماكو تيم مات. شنو الفيلم؟ ناخذ بعد. طعنا هجي. بس بيبي ثلاثة انا ما تقدر تبشلهم قاعدين بمكان واحد يقتلوك. Enemy
كلها تراحت كلهم خذوهم. لا من هنا نسعد على ذولي. هذا من السنايبر الا تغبى والله العظيم. يلا روح بن عالي. يلا روح بعد. لا تعيدوها بل اتحرك. Need recon overhead. حتى نشوفهم وين. Good as new. Signal to the weapon crate has been lost. اوه فوق 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 فوق. وين نزلت؟ وين نروح؟ وين نجي؟ وين اريديها؟ يو اي في شو ماكو ولا واحد يطلع لي بس هنا. Enemy movement in the AO. معقول هذول جوست؟ زوري لا دوب وش المدال. هذا جو القاع. يمكن جو القاع. Need some cash. ما
يلا اصعد منتظرك جاي اسمع خطواتي مانا. اشتروا جماعتهم خرب. هذا وين مكمبر؟ لا والله العظيم جيمنا هذا ما ادري بين مكمبر هنا. 14 كل راح نهين شو والله جيمنا. يلا خلينا بعد هذول بالك يجيبونه وراك. بانجي بانجي بانجي. عافي 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 عافي. جيبه خايب عمت عن رايه. لا 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 بقى واحد بقى واحد من جماعتنا. يمكن ذاك مات بالزمن. والله عظيم يا الله. صعدتك غلط غلط صعدتك غلط. جي جي.